ننتقل مع بعض لزميلتنا أريج فرزدي. أريج، بدنا نقول صباح الخير وكل عام وانت بخير. أريج متواجدة بدمشق مع ورشات الصرف الصحي وورشات وعمال بقيوا على رأس عملهم، وحتى بالمطارات وبالسيول كانوا موقظين لشوارع وأزقة دمشق. أريج، بدي صبح عليك وبدنا نروح معك ومع ضيفك. صباح الخير. صباح الخير لكم صبايا، صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بهالحلقة الخاصة بمناسبة عيد العمال، وكل عام وكل العاملين في سوريا بألف خير. نحن اليوم متواجدين في نفق الفيحاء بسبب يمكن الهطولات الأمطار الغزيرة اللي كانت بالأيام الماضية. عمال الصرف الصحي لم يتوقفوا عن العمل أبدا، واليوم نحن متواجدين بأحد الورشات يلي ما توقفت ولا يوم عن العمل، وزاد عملهم وبذلوا مجهود كثير كبير لحتى يتم فتح الطرقات ويتم جرف السيول والأمطار الغزيرة. واليوم معنا المهندس خليل مصطفى، معاون مدير عام شركة الصرف الصحي. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا، أهلا وسهلا فيكم. يعني خلال الأيام الماضية كان في سيول وأمطار غزيرة، كيف قدرتوا تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ حقيقة تعرضت مدينة دمشق خلال 3-4 أيام لعواصف مطرية كان شدتها غزيرة، فشدة العاصفة المطرية الأولى كانت بيوم الخميس خلال نصف ساعة، تركزت خلال نصف ساعة ونزلت شيء 25 مليمتر، وكان المطرية الغزارة الثانية كانت بيوم الأحد كمان شيء خلال ثلث ساعة نزل شيء 15 مليمتر. طبعا هالغزارات المطرية الكبيرة اللي شاهدناها سببت شكل سيول جارفة، جرفت مع الأتربة والأوحال والحجارة من المناطق الجادات، واستقرت في مناطق المنخفضة، مناطق المنخفضه من المدينه، ولا سيما في الانفاق، خاصه نفق الفيحاء ونفق الثوره. طبعا احنا مباشره كانت ورشاتنا جاهزه للتعامل مع هذه العواصف، فقمنا مباشره بجلب المضخات وورشات العزيل، لانه هي الاتربه والاوحال غطت المصارف المطريه تماما مثل ما عم نشوف، يعني منتشر ضمن النفق هالاوحال اللي تشوفين غطت المسار، ما عاد المي تصرفت، لذلك لجانا الى المضخات لضخ المياه ومن ثم تخفيف المياه، وبعد ذلك تسليك المصارف المطريه. يعني في خطط وضعتوها بشوارع دمشق، وكيف تم توزيع العمل؟ هلا اولا احنا ودوائر الخدمات بالمحافظه بدايه الشهر الثامن من كل عام نبدا بتعزيل المصارف المطريه. طبعا دوائر الخدمات هي معنيه بتعزيل المطريات في الشوارع والساحات العامه، والشركه الصرف الصحي معنيه بتعزيل المطريات الموجوده ضمن الانفاق. نعم فاحنا كاحنا والمحافظه في تعاون بيننا وبينهم بتعاون مشترك، فاحنا هي كان للمطارات العاديه، المطارات العاديه ما شاهدنا هالطوفانات اللي صارت تجميعات المياه ضمن الانفاق بسبب انه هالغزاره المطريه الكبيره جرفت مع سيول من الجادات العليا واستقرت مثل ما شفتي بالمنطقه. لهالفتره عم نعاني من هذا الموضوع، لهلا الاطيان موجوده، فكان ارتفاع منسوب المي يعني صار كبير وغطت المسار المطريه، ما تصرفت، وهذا كل ما نعرف. طبعا احنا عندنا خطط مو بس بالانفاق، بكل هلا مثلا ما عانينا باي الانفاق، بس لانه هي المناطق قريبه من مناطق الجادات، نفق الفيحاء ونفق الثوره قريبه من جهادات تبع ركن الدين مهاجرين، لذلك المي كلها بتيجي وين بتستقر بهالمنطقه المنخفضه. يمكن كان في شويه اضرار يعني كبيره يمكن خلال هالامطار اللي شهدناها بالفتره الماضيه، كيف يعني تم تدارك هذا الامر؟ هلا احنا بالنسبه للانفاق تم تداركها مثل ما مالك شايفه خلال 4-5 ساعات كنا خالصين، بس كان في بمناطق المخالفات بركن الدين في يوم جرفت الحجاره والسيول، جرفت الاتربه والحجاره نزل بقلب الريجارات وصار في بعض المشاكل بالاهل، ولهلا عم نعاني، ولهلا ورشاتنا مستنفره بمناطق الجادات، يعني يوميا في عنا واحنا على مدار 24 ساعه ورشاتنا مستنفره وعم تشتغل،
بحيث انه يعني هلا في عندي في ثلاث اربع مشاكل بمنطقه ركنتين، هي بالشيخ خالد عند التربه وعندي بحاره المتينيه. ورشاتنا هلا طالعين لهنيك كمان عم نعالجهم، وكاضرار بشريه انا ما شفنا شيء. هي مناطق المخالفات مثل ما قلت لك، يعني في بدها شويه هيك ترتيب وشو اسمه لمواد البناء، ما يتركوا بالشوارع لانه هي السيول تجرف وتوصل الاتربه وشو اسمه على الانفاق والمناطق. نعم، اليوم بمناسبه عيد العمال، شو بتحب توجه يمكن كلمه معايده لكل العاملين بسوريا؟ والله انا اولا نبارك لجميع العمال وعمال الوطن وقائد الامه، ونقول لهم كل عام وانتم بخير والوطن بخير وبلدنا بخير وجيشنا بخير، وان شاء الله تكون سوريا منتصره العيد الجاي، تكون سوريا منتصره باذن الله، باذن الله ان شاء الله. انا بس بدي اخذ احد العاملين يلي بذلوا مجهود كثير كبير بالبدايه. تعرفنا عن حضرتك. اهلا وسهلا، انا نصار شحاده من عمال الصرف الصحي بشركه بالطوارئ. الله يعطيكم العافية، يعني العمل ازداد عليكم بهالفترة وبذلتوا مجهود كتير كبير لحتى تأمنوا الطرقات وتشيلوا هالسيول، كيف كان العمل؟ والله أنسى مشقة كبيرة بسبب السيول، والسيول جابت تراب جارف، والتراب هذا شكل مثل طبقة الجبصين، يعني ضايقنا كتير والحمد لله جاوزنا هالمرحلة. الله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيكم بالكاميرا السورية على رأسي، ونحن بخدمة الوطن والمواطن 24 ساعة إن شاء الله قائمين على العمل. الله يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير. أنت بخير الله، هلا أختي يا راسي، الحمد لله رب العالمين. تعبتوا هالفترة، يعني كان مشقة. إي والله ضرينا أكثر من ساعة 2 بالليل، وكل السهيل والمي اللي هون، يعني كلها إسهالات وجل علينا، الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية، كمان حضرتك من أحد العاملين. هذا السائق السيارة. السائق كمان يعني اشتغلتوا ليل نهار وصار في أضعاف يمكن بالساعات. أيام والله تعب الليل مع النهار، 4 أيام بالأنفاق وبالساحة الأمويين وبالدمار. يعني خلال كم ساعة قديش تراوح العمل لحتى بالفعل قدرتوا تأجزوا هالمهمة بنجاح؟ نحن زملاء سائقين في صباحي ومسائي، الليل مع النهار تواصلوا بالشغل. الله يعطيكم العافية. نحن جاهزين أنسى بخدمة الوطن والمواطن 24/24 بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، أنا بدي أخذ الأخ، كل عام وأنت بخير، الله يعطيك العافية. الله يسلمك، الله يعطيك العافية. يعني مبين عليك مبذول، يعني مجهود كتير كبير عم تبذله، كمان خبرنا كيف قدرتوا تجاوزتوا هالأيام الصعبة يمكن شوي. بالتعاون بين القسم كامل، قسم الطوارئ، يعني كل واحد موقعه، يعني قدرنا نسيطر او نحافظ على البلد مثل ما هي، يعني نوضع السيول اللي اجت والامطار، يعني كانت مفاجئه، يعني ما حدا كان متوقع هالكم الهائل هذا اللي يجي، والسيول مصطحبه معها احجار وتراب، وما يعني انه سبب عنا التسكير. خبرنا انت شو عم تعمل هلا؟ هاي الاليه الصاروخ هي بتسلك القلب البواري، اذا في ردم في بحص في احجار منطالعون، بيجي العامل الثاني بيطالع العزيل اللي طلع، نحن بنسلك، كل واحد مكمل البعض، يعني مكمل بعضنا. الله يعطيكم العافيه وكل عام وانت وانت بخير. الله يسلمك. يعني بالفعل جهد كثير كبير بذلوه العاملين اليوم خلال هالفتره يمكن يلي مرت على بلدنا وكان في امطار غزيره. انا بدي عايد كل العاملين بسوريا والله يعطيهم العافيه، ما توقفوا ولا يوم عن العمل، وهي هي سوريا النهضه بابنائها ودائما تسعى لاعاده الاعمار وبناء مستقبل واعد ومزهر لبلدنا سوريا. أريج، وشكرا أكيد لعمال الصرف الصحي اللي كانوا ضيوفك اليوم، إن شاء الله بينعاد عليهم بخير يا رب، وشكرا على جهودهم المبذولة، وخاصة يمكن بالأيام يلي مضت مثل ما شفنا تحيتنا أكيد لهم، كنتم متواجدين معنا من نفق الثورة يا زينب.